جميل جدا ان احنا يبقى عندنا استراتيجية. مصر عندها استراتيجية للتطوير العام، سواء بقى الطرق الكباري الانفراستراكشر البنية الاساسية، وايضا التوسع في المحافظات والمدن، ثم دخلنا على حياة كريمة. استراتيجية دي بتكون شاملة كل شيء. في وسط ده محدش نسى المواطن المصري، سواء من حيث إعادة تأهيله وتعليمه، سواء الشباب، سواء دعمهم، مراكز جديدة، شهادات بالمجان، دراسة عبر الإنترنت، كل الكلام ده. ثم نظروا إلى استراتيجية عامة لتنمية الأسرة المصرية عشان تطلع. وعايز أقول لكم ما تفتكروش إن ده كلام، أنا عايز أقول لكم إن لو اتحقق 25% بس من ده، أنت انطلقت بمصر أكتر اللي عملته في الخمسين سنة اللي فاتوا. لو انت حققت 25% فقط من اللي بيتحقق كل يوم ده، 25% يا سيدي. انا عايز ده، انا عايز الفكرة ترسخ في اذهان الناس ان احنا لازم نعمل استراتيجية عامة كده. ولكن اللي على ارض الواقع بيؤكد وبالارقام ان الاستراتيجية ماشية، وماشية كويس جدا. داخل هذه الاستراتيجية بتيجي مشاريع قومية مهتمة ومركزة بملفات مخصصة وملفات موجهة الى الاسرة المصرية، عشان النواة للمستقبل انك تطلع عيل بيفهم، وعيل بيذاكر كويس، وعيل لاقي مدرسة ومش مريض، وفي نفس الوقت ايضا تحافظ على كيان الاسرة المصرية اللي بدأ يتفكك بعنف في الايام او السنوات الماضية. اسمحوا لي ارحب بضيفتي في هذه الفقرة، وليست المرة الاولى لوجودها معايا، الدكتورة رندا فارس، مدير مشروع القومي مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. الأول اشرحي لي الاستراتيجية أو الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، هل مودة هي كل الاستراتيجية، ولا زي ما أنا قلت ملف من ملفات؟ لا، مودة واخدة جزء من المحور التثقيفي داخل هذه الخطة. يعني في ايوه انا اللي كنت ده تثقيف الأسرة. هي يعني خلينا نقول الاول ان خطة تنمية الأسرة يمكن ده اول برنامج في تاريخ مصر يتناول وضع الأسرة بالقضية السكانية اللي بنعتبرها دلوقتي قضية امن قومي بشكل كامل. يعني مصر يمكن من الخمسينات شغالة على ملف السكان، وكانت طول الوقت للأسف بتنظر من منظور صحي فقط. النهاردة الفرق ان بجانب ان في دعم سياسي قوي جدا، احنا بنبص لهذه القضيه بمنظور تنموي شامل، بمعنى ان احنا عايزين نرتقي بخصائص السكان، صحه، تعليم، مواطن عنده انتاج. لان خصائص السكان حقيقه ليها صله كبيره جدا بتفاقم ازمه السكان في مصر. ويمكن دايما يقال ونقارن بالصين، ان طب ما الصين تعدادها كبير جدا وتعد ثروه. ايوه، مصر مختلفه لتدني خصائص السكان. فالنهارده احنا بنبص للموضوع بشكل او مختلف. قناعه الناس، الخصائص بنتكلم عن صحه، بنتكلم عن معدلات للاسف اميه ما هياش قليله، بنتكلم عن انتاجيه. يعني احنا النهارده الشاب او الفتاه اللي مش متعلم هو غير منتج، فبالتالي احنا ما ينفعش نقارن نفسنا بالصين. وعشان كده هنا الخطة دي بتنظر من منظور مختلف شوية، بجانب تقديم الخدمات الصحية وإتاحتها، لا احنا هنشتغل على الإنسان، هنشتغل على الخدمات، هنشتغل على التعليم بشكل كبير جدا. وده كان واضح جدا حقيقة من الفعالية بتاعت أول امبارح وكلام فخامة رئيس الجمهورية. المواد ده رجوعا ليها هي واخدة جزء في المحور التثقيفي. شغلها الفترة الجاية هتبقى مركز على تدريب 1 مليون شاب وفتاة من المقبلين على الزواج، وتوعيتهم بكل ما يخص قضايا الأسرة، بدءا من أسس اختيار شريك الحياة طبعا، ومفهوم الزواج والجاهزية لتلافي ظاهرة الطلاق المبكر. عندنا جزء كبير جدا عن الصحة الإنجابية، ويمكن الفترة اللي فاتت دي المشروع كان بيعمل على تطوير هذا الجانب. أهمية تأخير الطفل الأول، وده مهم جدا لأن دي برضو مشكلة كبيرة، ويمكن برضو فخامة الرئيس يعني اتكلم فيها بشكل كبير جدا. الرسائل اللي قالها الرئيس كان صريح جدا، استنوا شوية. لا، هو لازم نقول لها استنوا شوية، لأن للأسف احنا بنخلف بسرعة جدا. ما ينفعش في سنة واحدة اتنقل من بيت أهلي مهما كان في تقارب بين الطرفين، وأبقى يعني زوج وزوجة وأم وأب في سنة واحدة. كتير جدا محتاجين وقت نتفاهم، محتاجين وقت نرسخ العلاقة قبل ما نخلف، وطفلنا هو اللي يدفع الثمن، لأنه في الآخر هيبقى طالع من أسرة مفككة. احنا عندنا يا فندم 15% من معدلات الطلاق المسجلة
سنة 2018 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 15% كانت بنزيجات لم تتخطى عامها الأول. طبعا دي نقطة مهمة يعني جدا، يعني قعدوا مع بعض 5 6 أشهر، باي باي يا أستاذة، باي باي يا أستاذ. وممكن يكون حصل حمل للأسف الشديد، طفل بيطلع ما بيفهمش يعني ايه أسرة أصلا، فلما هيكبر هي دايرة للأسف مش هيعرف يكون أسرة بشكل مظبوط. بنتكلم معاهم طبعا عن أهمية تنظيم الأسرة والفوائد الصحية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، ويعني بجانب ده تحت نطاق وزارة التضامن الاجتماعي أيضا في الجانب التثقيفي يمكن في حملات ترك أبواب موسعة من خلال مشروع 2 كفاية على الأسر المستفيدة من برنامج تكافل والأسر الأكثر فقرا على مستوى محافظات الجمهورية النهاردة في المحور الخدمي. ويمكن دي برضو نقطة مهمة جدا ومن عوامل نجاح هذه الخطة، أن النهاردة إحنا في إذكاء لدور مؤسسات المجتمع المدني. يمكن 2 كفاية عنده النهاردة 108 جمعية أهلية بتقدم خدمات تنظيم أسرة داخل مناطق محرومة من الخدمات، ودي لسد الحاجة الغير ملباه، لأن احنا عندنا يمكن آخر إحصاء كان حاجة غير ملباه بنسبة 30%. يعني إيه؟ يعني سيدات عايزة تنظم الأسرة بس ما عندهاش الإمكانيات الإتاحة ولا عندها للخدمة بالزبط. ومش لاقيينها. لا احنا النهاردة مش بس بنوفر خدمة، لا ده في إتاحة بمعنى إن خدمات بالمجان تماما، بإن احنا بنسد البؤر المحرومة من خدمات تنظيم الأسرة. طب خلينا نقسم اللي حضرتك بتكلميني فيه. طبعا الأهم في وسطه هيكون الحتة بتاعت التوعية بخطورة الزيادة السكانية طبعا، لأن الطرف الآخر لو ما اقتنعش خلاص. وأنا اتكلمت مع حضرتك في الموضوع ده قبل كده مرتين، وفي كل مرة بتقولي لي مشكلتنا دائما في الصعيد، صح؟ أو أقوى مشكلة بشكل أكبر اللي هو خارج المدن، الريف. في الريف المصري وفي الصعيد. هل أنتم مركزين جدا هناك؟ هل بتلاقوا تجاوب؟ احكي لي إيه التجاوب؟ أخباره إيه؟ أنا هحكي لحضرتك يعني من خبرتنا في مواد وفي 2 كفاية. يعني يمكن 2 كفاية بالأخص شغال على فئة الريف، الناس الأكثر فقرا في الصعيد، وكان الاستهداف للمحافظات الأعلى في معدلات الخصوبة. احنا عندنا معدلات الخصوبة عالية جدا في مصر. فالحقيقة طرق الأبواب وفكرة ان احنا متابعين الناس وموجودين على الأرض طول الوقت ده بيعمل فرق، لأن هي نتفق ان احنا بنحاول نغير فكر ومفاهيم وموروثات متمكنة قبل ما نقوله تعالى وزارة الصحة طبعا. ويمكن برضو وزارة التضامن كانت مهتمة جدا ان احنا هننزل نوعي، لازم نقدم الخدمة، مش هينفع ادق على باب والست تقتنع وتقولي فين الخدمة اقول لها انا اسفة مش موجود. فهي منظومة متكاملة ما بين توعية، حملات اعلامية كبيرة يعني، ودي نقطة مهمة جدا لانها بتفرق. ويمكن المجلس القومي للسكان زمان كان ليه دراسات وبحوث، لما كنا بنعمل يعني مراجعات للبحوث في الاول كانت بتقول بمؤشرات ان ايام ما كان في حملات توعيه في التلفزيون بتنظيم الاسره كانت مؤشرات الانجاب بتنخفض. فاذا في علاقه وطيده جدا بين التوعيه من خلال الراديو، من خلال التلفزيون، من خلال مختلف القنوات، بجانب طبعا التوعيه اللي هي طرق الابواب من الباب للباب. وفي مواده احنا طبعا شغالين على مستوى اخر، شباب مقبل على الزواج في مرحله عمريه من 18 ل 30 سنه داخل الجامعات المصريه، داخل المعاهد العليا والمتوسطه، داخل قرى حياه كريمه. احنا يعني يمكن سبتمبر الماضي اطلقنا مبادره داخل 14 قريه من قرى حياه كريمه، وصلنا لحد النهارده 96,000 شاب وفتاه داخل هذه القرى من مختلف فعاليات التوعيه. بدأنا بعد كده، يمكن الرؤية كانت الأول بتركز بالأساس على الشباب من 18 ل 25 سنة، ولكن الحقيقة مع الشغل ومع التنفيذ على الأرض والتعامل مع الشباب ظهر احتياج شديد ومطلب ليهم، إن اللي كان مرتبط بدأ يقول لا أنا حابب أحضر أنا وخطيبتي، أنا حابة إن أنا أحضر أنا وخطيبي ونسمع كلام ونتناقش مع الدكتور والمدرب في كل الموضوعات. دي الحقيقة كانت نقلة نوعية للمشروع، كانت تجربة كاشفة جدا لينا، وعلى أساسها بدأنا نطور كمان في المحتوى العلمي زي ما بقول لحضرتك، إن احنا بنجيب المخطوبين مع بعض وبيقعدوا، بتبقى جلسات يمكن أكثر تخصصا من اللي بيتم داخل يعني الجامعات. يعني احنا مقسمينها مراحل. اللي قبل ما يتجوز. بالظبط. اللي اتجوز والمستقر ومتجوز ومخلف، فبنبدأ ناخد ده بثقافته وده بثقافته وده بثقافته. تمام. تقدر بتصرف كام على الكلام ده؟ بنصرف كام على الكلام ده؟ طيب انا هقول لحضرتك، يعني احنا السنه دي وصلنا
لحوالي 170,000 شاب وفتاة، وده في ظل طبعا أزمة كورونا ومقللين الأعداد، بالإضافة لحملة إعلامية تم إطلاقها. إحنا كنا بنتكلم في حوالي ما يقرب من 10-11 مليون ده في الشق ده بس بتاع في الشق الناس ده دي بس، فقط لا غير. وتكلفة تدريب المخطوبين، ويمكن ده الأعلى في التكلفة للفرد، إحنا بنتكلم في حوالي 50 جنيه. عشان تعملوا له تدريب اللي هو تدريب يوم كامل، بجيب طبيب متخصص في الصحة الإنجابية، وبجيب دكتور ده الكوست اللي عليكي، غير بقى متخصص ما وزارة الصحة برضو طبعا، عندها كل تكلفة شق أخرى، طبعا. كل واحد بيشيل التكلفة بتاعته أكيد. وبتخشوا مع بعض كلكم. طبعا. طيب علشان تقدمي لي أسرة متفهمة وفاهمة وبتخطط لمستقبلها بشكل جيد، هل هتتابعيهم بعد كده؟ بالتأكيد يعني، وده على فكرة كان مطلب برضو للمتدربين، ان احنا عايزين نكمل تواصل. احنا اتجوزنا ولقينا ان على الفيسبوك، احنا عندنا صفحة على الفيسبوك مودة، بيتبعت لنا رسائل على الماسنجر، احنا خدنا معاكم التدريب يوم كذا وعندنا سؤال، وبنعيد توجيهه للمدرب اللي كان معاهم عشان يجاوب. ولكن خلينا نتفق ان دي آلية صعبة جدا دلوقتي، وزي ما قلنا احنا واخدينها مراحل. احنا كنا بادين مقبلين على الزواج، دلوقتي مخطوبين، النهاردة ظهرت حاجة ان لازم يبقى فيه متابعة. الحقيقة يعني وزارة التضامن عندها مكاتب توجيه واستشارات أسرية، كان الفترة اللي فاتت في مرحلة لتقييم هذه المكاتب والكوادر العاملة فيها على مستوى محافظات الجمهورية، وعلى فكرة هي مسندة كلها لجمعيات أهلية بتتم تحت إشرافها علشان يتابعوا الناس. فهي دلوقتي في منظومة بيتم تطويرها، إن يبقى في نظام مميكن ما بين الفئات المستفيدة من برنامج مودة، ويبقوا متسجلين على مكاتب التوجيه واستشارات الأسرية. حاليا احنا في مرحلة تطوير لهذه المكاتب علشان نقدر نقدم الخدمة بشكل متكامل. طب ده شيء عبقري جدا. كلميني بقى، مهما قعدنا نقول للناس مدى تأثر البنية الأساسية والبلد والاقتصاد بالانفجار السكاني ده، الناس مش مقتنعة. ليه؟ هل عشان الدولة بتسعى ان هي توفر له دايما؟ يعني هل ابدأ دلوقتي ادخل واطالب الدولة، لا عاقبي بقى لا امنعي علشان يحس ان هو محتاج، ولا نعمل ايه علشان تقتنع الناس دي ان انت بتدمر اسس كتير قوي؟ لان الطبقة المتوسطة، وانا هكلم حضرتك بصراحة شديدة، هو انا ليه الدولة بتاخد مني ضرائب وانا بدخل عيالي مدارس خاصة على حسابي طبعا، وانا بعالج عيالي على حسابي وما بخشش مستشفيات حكومية، وانا طافح الدم عشان اجيب لهم دروس، وبتاخدوا مني فوق ده فلوس وبدفع ضرائب عشان تاخد مني كل ده وتديه لواحد مخلف 12. يعني عم احمد اللي مخلف 7 أو 8 وعامل بواب ومقعد في اوضه واحده ومش همه لا عنده ولا يهمه كل الكلام ده خالص. ليه؟ لان العيال بتنزل تغسل عربيات الشارع وتلم له الفلوس وتجيبها ويقعد هو اخر النهار معلق الشيشه، او بينزلهم غيطان او غيره او غيره او غيره. انا صعبان عليا العيال وصعبان عليا عم احمد، انما صعبان عليا حالي انا كمان طبعا. ما انا في الاول وفي الاخر الدوله ما بتشيلش التكاليف دي من على دماغي، والناس بدات تنظر الى الامر، الله طب ماذا تفعل الدوله مع هؤلاء؟ دلوقتي احنا شغالين بنظام التثقيف، ايه المراحل اللي ممكن نلجا اليها علشان نقنع هؤلاء ان في تدمير؟ ما هو مش هعرف اسكن عيالك، مش هعرف اكلهم لك، مش هعرف اعالجهم. اتفق مع حضرتك، وهو وضع غير عادل للطبقة المتوسطة، اتفق معاك تماما. ويمكن حضرتك اشرت لان يبقى في نوع من انواع العقوبة، وده كان اتعرض على مجلس النواب من يمكن 3 سنين فاتوا واتناقش بشكل كبير جدا، وواقع الامر ان هو وضع يعني لا يتماشى مع الدستور المصري، لان هيكون في تمييز. ولكن خلينا نبص لها ان الدوله النهارده بتتعامل بشكل ايجابي، اخذتها بشكل لا احنا هندي حوافز للسيدات اللي هتلتزم بطفلين. دي على فكره من عوامل نجاح هذه الخطه، ان النهارده احنا بنتكلم في حوافز وفقا لشروط. النهارده عندنا برنامج تكافل، ده دعم مالي مشروط يمنع الاسره من ان الطفل يكون متسرب من التعليم. فالنهارده حضرتك بتسد عليهم فكره انه يقعد يخلف كتير عشان ينزل ولاده ويشتغل ويبقى مصدر رزق زي ما حضرتك بتقول.
والا الدعم يتسحب. في مشروطيه صحيه ايضا ان لازم ياخد التطعيمات واهتمام بصحه الام ومتابعه الحمل ومتابعه وضعها العام بشكل الصحه والكشف عن سرطان الثدي والكلام ده كله. ففي منظومه الدعم او الحوافز الايجابيه دي هتعمل نقله كبيره جدا. ولكن خليني اقول لحضرتك برضو هو مفيش حد حاسس بالمردود كما يجب. يعني يمكن احنا اول امبارح سمعنا ان معدل النمو الاقتصادي في مصر يعني قرب على 6%، ده رقم ما هوش وحش. طيب ليه احنا مش حاسين بالكلام ده؟ لان احنا معدل النمو السكاني في المتوسط خلال العدة سنوات الماضية 2.5%، يعني بنزين 2.5 مليون في السنة بنجيب بلد كاملة. محتاجين فصول، يعني كانوا بيتكلموا تقريبا حوالي محتاج 40,000 فصل سنويا مع المعدل الزياده دي. بس كده بالظبط كده، ده غير اساسا اللي احنا كنا محتاجين له ومش مستقبل بالاساس مع مش بالاضافه للخدمات الصحيه، السكن، كل حاجه كل حاجه، كل الموارد نفسها، الموارد المائيه. يعني النهارده نصيب الفرد من الماء 550 متر مربع، هو المفروض يبقى 1000، احنا النهارده بقينا في حاله فقر مائي من بسبب الزيادة الرهيبة. عشان أي دولة تبدأ تشعر بالرفاه الاقتصادي وتشعر بالنمو اللي حاصل لازم معدل نمو الاقتصاد يبقى 3 أضعاف معدل النمو السكاني. طبعا دي معادلة احنا بعاد كل البعد عنها النهاردة. عشان نبدأ نحس لازم يبقى معدل النمو حوالي 7.5، ده وفقا للبيانات اللي تم الإعلان عنها أول امبارح. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا مقدر جدا كل مجهود ما انتوا بتحاولوا، ومقدر ايضا حته انه ده مش دستوري لان طبقا لمواد الدستور تضمن الدوله التعليم والصحه وغيره وغيره وغيره. صح صح. وان انا بعمل لك كل حاجه في الدنيا، انا بابا وانا ماما وانا كل. طب ما انا مش هعمل بابا وماما، ما انا مش هدي لك بنفت واجرم لك المساله بتاعه شغل الاطفال واسجنك فيها. ما هو يجب ان يفوض. تحب اقرا؟ انا هقرا لحضرتك، احنا حطينا رقم التليفون بتاعنا بتاع الواتساب علشان الناس بتبعت رسائل، احنا متعودين على كده ونتلقى رسائلهم. خدوا استاذ محمد فرقه، الدكتور محمد فرقه بعد بيقول لحضرتك مساء الخير، حان وقت حمايه ما يتم انجازه الان على ارض الواقع، ويجب سن التشريعات والقوانين وفرض عقوبات لمواجهه الانفجار السكاني. لم تعد المناشدات والمناجاة والتوعية تكفي. ده رأي الدكتور محمد فرحة. عايز اقول لحضرتك رسالة اخرى، شوفوا الصين طبقت سياسة الطفل الواحد ازاي. انت فاكرة لما الصين عملتها كانت بتعاقب ازاي؟ صح ولا لا؟ كان بيتفصل من الشغل، الراجل كان بيتفصل من الشغل. ايوه، جبت اكتر من طفلين بتتفصل من شغلك وما في وروح بقى. مفيش. وبالتالي كانت مسألة بالنسبة لهم عشان يلم الدنيا واجبروا ان بلد كاملة هتصنع رجل سرير. هو بالامر هو خلاص يعمل ايه عشان يحرك الجيش ده كله كويس. فبيقول كده انما غير كده صعب نسيطر على المواليد. خدي بقى من رائدة ريفية. رائدة ريفية يا جماعة دول اللي بينزلوا يتكلموا، هي مش كاتبة اسمها وانا مش هقول اسمها الحقيقة. بتقول السلام عليكم، انا رائدة ريفية من اسوان وشغالة في الصحة. والله احنا كل اسبوع بنعمل ندوة السيدات على الصحة الايجابية الانجابية، مش نافع، الناس مش مقتنعة ومش عايزة تسمعنا. اهي دي مش رائدة اهي صح. نعمل ايه؟ طيب ناخدها نقطة نقطة. بالنسبة للصين وتوقيع العقوبات والطفل الاول، الصين عملت بالفعل كده، ولكن بعد كام سنة لقت مشكلة كبيرة جدا في الهرم السكاني بتاعها. حصل خلل، أصبح عدد الناس الكبيرة في السن كتير جدا كتير جدا. الفئة المنتجة من الشباب هيجي فترة وهيقل، فرجعت فتحت تاني وقالت خليها طفلين وبس. ماشي، ما احنا عايزين طفلين. برضو خلينا نشوف رد الفعل للحوافز الإيجابية، لأن الحقيقة دايما الجزء الايجابي بيكون افضل من العقاب. لان برضو هرجع واقول لحضرتك من ضمن الحاجات اللي كانت مقلقه جدا ان احنا طب لو وقعنا عقوبات هل احنا ممكن نفاجئ بان مفيش تسجيل لمواليد؟
دي نقطة. ما هو كل شيء له سلبياته وإيجابياته. طبعا طبعا. ما هو حضرتك هتدي لهم الحوافز دي من جيب أنا كمان. يا فندم هناك فئة في هذا المجتمع تعاني أنها لا تطلب من الحكومة شيء بالأمانة. وهذه الفئة التي تعاني وشايفة اللي أنتوا بتبنوه ده، إحنا فرحانين باللي وصلت له مصر. ما أنا عايزك تحافظ عليه. يعني الراجل، أنا آسف جدا، الراجل اسمه عبد الفتاح السيسي ده هيقعد يبني قد إيه لمين؟ صح ولا لا؟ صح، متفق. عامل حياة كريمة، عامل كل ما يمكن أن تتخيليه. مصر هتقعد تصرف عشان تعوض 50 سنة. على ما نخلص إن إحنا نعوض ال50 سنة، الإنجاب ده والاستمرار في الانفجار السكاني هيجيبنا ورا 50 سنة تانيين. لكن هقول لحضرتك حاجة، تجربتنا في 2 كفاية. يعني هي الأستاذة بتتكلم عن ندوة. طيب احنا في 2 كفاية ندوة كل أسبوع، تم تنفيذ حوالي 8 مليون زيارة ترك أبواب لمليون أسرة. وأنا هنا مش بتكلم عن سيدات، أنا بتكلم عن أسرة. ويمكن خطة تنمية الأسرة برضو من عوامل نجاحها إنها ما بتتكلمش إنها هتخش تتكلم مع سيدة، هي بتتكلم مع الراجل ومع الست، لأن الست ساعات ما بتبقاش صاحبة القرار. طيب في كام زيارة وكم تحويل مثقفاتنا المجتمعيات عملوها لعيادات 2 كفاية والوحدات الصحية؟ مليون. مليون تحويل لعيادات. هل ده معناه ان مفيش استجابة؟ لا، هو في استجابة. وبرجع تاني واقول لحضرتك ان المنظور النهاردة مختلف. الارتقاء بالخصائص السكانية والتركيز على جودة الحياة هتخلي الناس تبص للموضوع بشكل مختلف. تمكين المرأة، التمكين الاقتصادي، ويمكن دي على فكرة من أهم محاور هذه الخطة. أنت النهاردة لما بتمكن السيدة اقتصاديا في الريف، في الغيط، في أي حتة، ويبقى تدوق طعم إن هي ليها دخل، وتدوق طعم إنها تبقى منتجة، وضع هيختلف تماما، غير ما هي قاعدة ما بتعملش أي حاجة غير إن هي بتلاقي نفسها في إنها بتخلف. طيب. الموقف مختلف. أنا عايز أقرأ لحضرتك حاجة برضو في نقطة سريعا تانية بالزبط. بالنسبة لسن القوانين، احنا النهاردة عندنا قوانين بتجرم عمالة الأطفال، وعندنا قوانين بتجرم الزواج المبكر. والزواج المبكر على فكرة ليه يعني علاقة وطيدة جدا بزيادة السكان. البنت بتتجوز 12 سنة 13 سنة وبتقعد تخلف تخلف تخلف، انت زودت السايكل بتاعت الخلفة بتاعتها، فبتلاقي ان ده برضو ليه علاقة كبيرة. النهاردة احنا بنتكلم عن تطبيق القوانين بشكل كبير ورادع عن الأول. برضو دي نتمنى ان شاء الله نتمنى هذا. دكتورة رندا فارس، مدير المشروع القومي مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك وجودك معايا دايما، على الأقل بنقدر نتناقش. واشكرك ان انت بتتحمليني وتتحملي الآراء. عايز اقرأ لحضراتكم قبل ما نختم هذه الحلقة علشان آراءكم كتير جدا جدا بتجيلنا. شيرين من أسوان بعتها بتقول: أنا شيرين من أسوان، أتمنى أن يكون 3 أطفال كفاية. لا يا شيرين، 3 أطفال كتير يا شيرين. لا يا شيرين يا أختي، هما 2 كفاية يا ماما، وتربيهم صح يا ماما. الطفل بيكلف الدولة 50,000 جنيه سنويا ما بين تعليم ومدارس ويحضروا له. يعني انت حضرتك بتحط لنا 150,000 جنيه على كتف الحكومة وعلى كتف الناس اللي بدأت تتعب جامد جدا. 2 كفاية يا اخوانا، 2 كفاية بس، ربوهم الحمد لله. عندنا لابد ان يكون قانون رادع. ده دكتورة إيمان يسري، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، شابة من الفتيات ودكتورة، بتقول: لازم يكون قانون رادع لتنظيم الأسرة، ولا بد من توجيه الوعي للرجالة زي ما الدكتورة قالت. لسه الدكتورة رندا رد عليك في الحتة دي، لأن الرجل هو الأساس في الأمر وهو القادر في تشكيل وعي أسرته. محمود من اسكندرية عايز أقول حاجة: الصين عملت كده ليه؟ عشان سكانها كتروا مقارنة بمساحتها مش أكتر. لا أنا آسف يا أستاذ محمود، بسم الله ما شاء الله، لو تشوف غابات الصين ومساحة الصين، يعني إيه أنت بتتكلم على دولة عشان تركب فيها قطر من مدينة لمدينة ممكن تقعد 28 ساعة راكب مواصلة عشان توصل من مدينة لمدينة. ولازم يتحط خطة صارمة فيها عواقب صارمة، لأن التوعية وحدها لا تكفي. ده الأستاذة داليا صالح. بشكر حضراتكم على المتابعة، ويبقى الملف محاولات مجتمعية ومحاولات جادة من الدولة بندعمها وبقوة وبنؤيدها بقوة. الانفجار السكاني القاتل الذي ينتظر تدمير كل تقدم بتعمله هذه الدولة في الاقتصاد وفي البناء وفي البنية الأساسية. أرجوكم خدوا بالكم على مصر،
وخدوا بالكم على عيالكم وعلى نفسكم، ودي الطريقة الوحيدة. نشوفكم بكرة على خير. الحياة اليوم.